السلام عليكم. في خبر جديد كده نازل عامل قلبان في العالم كله، بس في مصر هنا ما حدش كتير بيتكلم عليه. هو ان كنتاكي عمل بلاي ستيشن، مش بلاي ستيشن بمعنى بلاي ستيشن، يعني هو حاجه اسمها ايه، كي اف كونسول. كونسول ده لو زي البلاي ستيشن والاكس بوكس والكلام ده كله بيتسمى كونسول. فحبيت اتخيل كده شكل الدراع بتاعه هيبقى عامل ازاي. اكيد هيبقى عامل زي النار اللي بتسخن بقى الفراخ، او شكل الورك الفرخه. بس يعني شكل الورك الفرخه ده هيبقى صعب تخيله. فعملت حاجه شبه النار بقى كده، يعني ايه وتورهد، وهي الدرع ده. خلينا اوريكم عملت ده ازاي. قبل ما نبدا الطريقه، ما تنساش تنزل تعمل لايك بقى وسبسكرايب بقى، وشجعني كده عشان نكمل ونعمل حاجات حلوه. بس كاسي ده كان شكل الدراع. ولو حبيت تشوف افكار تانيه من دي كتير، انزل تحت قولي في الكومنتات. ولو حابب تتعلم الفن ده انزل برضه قولي، بس مش تعمل سبسكرايب. اشوفكم في حلقه جديده.